Salut les filles, demain rahinamlo une tarte, la base taha une pâte à sablé, namlo un fond de tarte, on dit non la crème ou le meringue. Bon, pour les ingrédients, on a ma wahda, on a une cuillère et demie de zebda, là on a une caisse farine, on va le chauffer, wahda vanille ou milaqa sghira khmira. ملعقه اكل سكر غلاس هذوما بور لا بات نبداو نوجدو دون اون تيرين نحطو بلاطما ونحطو معها لي دو كيير تاع سكر غلاس حتى نعرف تخطو d'habitude je fais dans une boîte en feuille et la mettre en temps on harco. نحكم الزبدة نحطو ملعقة نصف زبدة كبيرة هكا هنا دو بريفيرونس تماصي بيدك تكون الزبده تكون غامولي يعني طريه ما تقدر تخدمها فاسيونو هكا ما نحصل شي على البانو ونبداو نشلفها بالقرين منحطوش الكاس كامل بس كل فارين هو كيف ما اسكو تشرب ولا ما تشربش وتانا حسب البلدة تاعك كبيرة ولا صغيرة نحطو معلقة فارين هادية شوية خميرة نزة ملعقة صغيرة خميرة تلمها مش تكون شاي عفوا يابسة خليها شوية طرية ماما المنزل كامل هكا
بون لهنايا كملت لميت لاباط اخي المره الاولى حطنا كاس فارينه زدت له نص كاس باه ولات عندي هنا لاباط طريه لاباط مال ملاحه دركا واش نحكمو نحكمو المول اللي حنخدمو فيه تاع الفون دو تارت هذا ما ندهنو ما حد شي بيسك ديجا لاباط راهي فيها الزبده نحطو لاباط ونطاليوها سور لو بلاطو هذه هي لاباط نخدم بها لي فون دو طاخ تاعي ومن بعد التزيين راهو اختياري ديما نروح من النص فيغ لي كوتي باه تجيب كلها بطبعها نوصلهم الكل لابيريفيري هكا ومن بعد نبداو نطلعو نعم لا صح مليان من الوسط ما نخليهاش رقيقة ياسر بس كيف يسع طيب نخف تتحرك نعملها من الأطار كيف كيف نوضح كورتي ومن بعد هادو ما نطلعوهم نسي نطلعوهم من فوق خلاص وبيان سور لو فور راهو بريالابلمون شعلتو على 150 دوغري باسكو مانيش نقوي فيه ياسر يتحرك ونحطها في النص كيف الصبلي يطيب في ساعة هكا بون جي ايطالي مون فون دو تارت و اسينا نحيو هذوك لي زامبرانت كيف راحت لي تاعنا دوكا واش نديرو نتقبو لاباط باش تنفخش اي دو بريفيرونس تحكمي كان عندك مكسرات ولا حبوب تحطي بابي بيغ من الفوق وتحطيهم وعلى باه تعملي الطيقه لهذاك ما تطلعش لاباط حتى الحشيه نطبعها ونحطها طيب ونوجدو لاكرام تاعنا بون بور لاكرام يعني بور بلوس دو ديتاي انا عملتها ديجا في تحليه بالماوس هذيك ارجعوا لا فيديو تلقايها بالديتاي هنا عندنا حليب اقل من نص لتر ملعقة تاع السكر الواحد واش يحب الحلوة أنا منحبهاش حلوة ياسر ولها ملعقة تاع كبار نشا حطمت بها قبيلة محكمتهاش باسكو دي باكي جدد حنحطهم فرخهم في لي بواط دابل كيز نحطهم في لي بواط هذه ما أنتبهي أرى هذه بلو تلقاو لي ديتاي هكا ونحطو لو زاست تاع الشينا هنا هذا راه مخلط لمن راحة روعة أنا مخلطتو سيترون وشينا تحطو هكا يعطيو الجو روعة ونحطوهم يعقدو فوق النار بون حطينا على كريم تعقد
والفون دو تارت ديجا غادي نشم فيه ريحته، كي تبدا تطلع ريحته انتم اشاك فوا طلو باسكو ساعه احمر. دونك بوغ المارانغ واش نحتاجو؟ نحتاجو لو بلون تاع عظمه، لو بلون وحدو بيان سور، وعندكم لطيح فيهم لو جون باسكو كان قاس تقول ترى من الاصفر راه ما تطلعش، راه ما تطلعش هكا طاطا، نحطو معاها بانسي نحطو معاها بانسي تاع ملح وفي الديبو نطلعوه بسكر كريستاليزي، نحطو زوز مغارف تاع سكر كريستاليزي ونطلعوه اون نيج، نبدا نطلعوه ما نديرش عليكم الحس. بون لهنا انا طلعت هذا دو كويير تاع سكر كريستاليزي. بون الفون دو تارت كنشوفو فيه هاكا، انا نحيتو بس كسر احمر. دوك نبداو نزيدو بشويه سكر كريس باردون سكر غلاس، سكر غلاس نطلعو ومنطلع نزيدو بشويه. بون لي في اونطون نحيو لا كريم تاعي بيسك عقدت، شوفوها شوفوها، نخليوها تبرد باسكو الفون دو تارت تاعنا راهو مازال سخون، لازم واحد فيهم يكون بارد باسكو نحطوهم لي زوز سخونين راه تروح فيها خلاص. بون نبداو نزيدو سكر غلاس ونخدمو. ثالثيام كويير تاع سكر غلاس ونضربو حتى تعملنا لو بات. هذا كي تعملنا لو بات صافي المغارف تاعنا سي بون، كي تقلبو هكا ما تسيحش. بون دركا نشوفو التزيين. بون عاد هنا لا كريم نحطوها كارمون خلوها تبرد شوية مازالت سخونة، ومن بعد نحطو الموغانك. بون هنا لاكخام بردت، نحطو الموغانك نحطوها الياتوارمون هكا، تحبي المغانق ياسر ديري دو بلوندور. بون راني حطيت المغانق دركا، شعلت لو فوغ من الفوق نحطها تحمر شويه ونشوفو الشكل النهائي. بون راني خرجتها كان هذا هو الشكل النهائي، ما حبيتش نحمرها ياسر. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها، لا تنساوش تعملوا لي جيم وابوني لاشين وفعلوا هذاك الجرس باش يوصلكم الجديد تاعي، الى فيديو اخر ان شاء الله، في الامان.